حرف التاء، حرف التاء في بداية الكلمة فتحة، تا 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 تا. ثم بعد ذلك حرف الميم، حرف الميم في وسط الكلمة نضع السكون، تم 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 م تم تم تم. ثم بعد ذلك حرف الزاي، حرف الزاي نضع فتحة، ز ز ز تم 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 ز. ثم بعد ذلك حرف الحاء، حرف الحاء في آخر الكلمة نضع ضمة، حو حو تمزح 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 تمزح. حرف التاء في بداية الكلمة، حرف الميم في وسط الكلمة، حرف الزاي في وسط الكلمة، وحرف الحاء في آخر الكلمة. تمزح 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 تمزح.